السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها لمناقشه اثار قرار الحكومه حصر استيراد المشتقات النفطيه على شركه مصافي عدن واحتكار استيراد وتوزيع النفط من طرف الشرعيه. أصدرت الحكومة الشرعية قراراً بإلغاء تحرير سوق النفط وحصر استيراده على شركة مصافي عدن التابعة للحكومة. وقال بيان الحكومة أن القرار يهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني وعملته المحلية والحد من نشاط السوق السوداء وضمان عدم تكرار أزمة المشتقات النفطية. القرار سينعكس بشكل مباشر على السلطات الانقلابية في صنعاء والتي ستصبح عاجزة عن استيراد النفط عبر ميناء الحديدة، إذ ستصبح الحكومة المزود الوحيد لجميع المحافظات في الجمهورية. نناقش هذا الخبر على محورين: هل ستخلق الحكومة آلية واضحة لضمان استمرار توفير المشتقات النفطية والقضاء على السوق السوداء؟ وما مدى تأثر ميليشيا الحوثي والتجار الموالين لها بهذا القرار بعد أن أصبح استيراد النفط حكراً على الحكومة ومؤسستها المعنية؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. الحكومة تحكم قبضتها على استيراد الوقود، ربما يكون هذا التفسير الأمثل لقرار حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن. تقول الحكومة إنه منذ اليوم ستتدفق المحروقات إلى البلاد عبر المصافي فقط، مما قد يضع حداً لأزمات انعدام الوقود التي أضحت ملازمة لحياة اليمنيين، والحد من نشاط السوق السوداء التي تعبث فيه الميليشيا طولاً وعرضاً. سبق القرار قرارات مماثلة اتخذتها الحكومة خلال الأسابيع الماضية، إذ منعت رسو أي شحنة نفطية في موانئ البلاد ما لم تكن تلك الشحنة قد جرى استيرادها عبر البنك المركزي، وهي خطوة حجمت من استيراد الوقود عبر تجار السوق السوداء. تستنزف عملية استيراد الوقود النسبة الأكبر من النقد الأجنبي في السوق المحلية، وتلك واحدة من الأسباب التي أدت لانهيار العملة المحلية الذي وصل ذروته في سبتمبر من العام الماضي، إذ لامس سعر الدولار في السوق الموازية 800 ريال. القرار الأخير للحكومة وجه أيضاً شركة النفط التابعة لها والتجار بشراء الوقود من المصافي وبالريال اليمني، مما قد يضمن بقاء الدورة النقدية في السوق. هي واحدة من الخطوات التي سبق وأن نادى بها مراقبون، فالقرار بحسب قولهم سيمكن الحكومة من السيطرة على السوق السوداء الموازية، إذ ستكون هي المسؤولة عن تدفق الوقود، كما سيعزز القرار من استقرار العملة المحلية. في الجانب الآخر يشكك مراقبون بقدرة الحكومة على إنفاذ القرار، فالحكومة حتى اليوم لم تتمكن من ضبط السواحل الطويلة للبلاد التي يجري عبرها تهريب الوقود والأسلحة. إذن نبدأ النقاش، وينضم إلينا من عدن رئيس مجلس التنسيق العام للجان النقابية بشركة النفط السيد عبد الله الهويدي. سيد عبد الله مساء الخير. مساء النور، حياك. أهلا بك سيد عبد الله. يعني أنتم كنقابيين كيف تنظرون لقرار الحكومة حصر استيراد النفط على مصافي عدن؟ أولا وقبل كل شيء أشكر مساءكم بكل خير ومساء ضيوفكم الكرام على قناة الفضائية بلقيس، وأوضح لكم أنه صدر اليوم أو ما من قرارات حتى الآن بصفتنا في شركة النفط أو في النقابات لم تفصل لنا أي قرارات رسمية، وإنما تم تداول القرارات عبر الصحف أو الصحف الغير رسمية التي تداولت الخبر بأنه يعطى للمنشقات النفطية إلى مصافي عدن، وبأن تقوم بالتوزيع المنشقات على المرافق الأخرى. فهذا إذا كان القرار صائب يعتبر من القرارات المجحفة والذي تجحف الحق العام، حق شركتين سواء كانت شركة مصافي عدن أو شركة النفط، الشركتين التي هي مملوكة للدولة والتي تعتبر هي من المؤسسات الاقتصادية الهامة التي ترفد البنك المركزي بمبالغ طائلة. فمثل هذه القرارات أنا أقول إنها لا تخدم المؤسسات العامة للدولة
أو تقيم الدولة على شكلها الواضح، لكننا حتى كما وضعت لك لم نستلم القرار حتى الآن. لكن هو يعني حسب يعني بيان او ايضاح من اللجنه الاقتصاديه نشر في وكاله سبا، بالتالي يعني الجهه مسؤوله يعني من ورد عنها هذا او هذه المعلومه، بمعنى انه ليس خبر تداول او تم تداوله بالصحف او في مواقع تواصل. طيب حبيت انا اوضح لك على ما جاء في قناه سبا، على ما نعتمد بها بانها قناة رسمية أو الصحف الرسمية الموجودة في البلد زي صحيفة 14 أكتوبر، فالقرار مخالف على مدى على ما تناقلته وسائل الإعلام، والقرار يقول أن يتم استيراد المنشقات النفطية النقية عبر مصافي عدن وتقوم بالتوزيع على مستوى محافظات الجمهورية السابقة كما كان على سابقا قبل الحرب يعني قبل 2015. والآن لم يتضح القرار بشكل النهائي بحيث وأن النقابة. طيب إذا تم تأكيد يعني إذا أكد هذا القرار ويعني تم العمل به فعليا كخطوة، هل تراها أنها يعني خطوة جيدة وإن أتت متأخرة في مسألة ضبط السوق السوداء؟ هذا لم تضبط السوق السوداء، وإنما تزيد السوق السوداء وتزيد من معاناة المواطن يعني بشكل كبير. كان يجب أن يتخذ القرارات هي لمعالجة الوضع القائم على مستوى اليمن، سواء كان في المناطق الشمالية أو الجنوبية أو المناطق التي تسيطر على الحوثيين أو المناطق التي هي تحت الشرعية، أن تقوم هذه الشركتين بتوزيع المشتقات النفطية عبر مؤسسات الدولة اللي هي شركة مصافي عدن وشركة النفط، وتقوم بشرائها سواء كانت الدولة أو العملة الأخرى. ولكن على ما يبدو لأن هذا القوانين أو التشريعات الذي قد يمكن أن تصدر هي ما تخدم إلا التاجر الواحد وتزيد من شعبنا المعاناة أكثر مما نحن عليه. نعم، لكن سيد عبد الله يعني أنت أوضحت بأنه يعني لن تكون هذه الخطوة حل لمسألة ضبط السوق السوداء، يعني كيف رأيتها بهذا الجانب؟ بمعنى أن القرار واضح بأن الجهة التي ستكون صاحبة الحق الحصري في استيراد النفط هي الدولة، وبالتالي هنا يعني يعتبر ضبط لمسألة السوق السوداء الذي كان يعني كل تاجر أو كل جهة تستورد النفط بطريقتها. نحن طبعا في المجلس النقابات بشريطة النفط عملنا على توزيع دراسة واسعة لمعالجة تلك الأزمة بين الحين والآخر، وطرحنا النقاط على الحروف بأنه يجب إذا كان هناك معالجة حقيقية لتخفيف المعاناة على شعبنا وعلى المواطن اليمني بأن يعود التكرير على مصافي عدن وأن تعود شركة النفط بالتوزيع عبر قنوات الدولة لا استخدام التجار أو الجشعين أو لأطمعهم على حساب على حسابة المواطن. وأحب أن أوضح لكم عبر قناتكم الفضائية قناة بلقيس بأن مجلس التنسيق اللي كان نقابية قد جلس مع كافة القيادات سواء كانت على مستوى رئيس الوزراء أو وزير النفط أو المدراء العموم التنفيذيين في المحافظات بأنه يجب معالجة هذا الوضع معالجة حقيقية قائمة على بناء دولة وبناء مؤسسات. لكن الوضع الآن لن يقوم، ونحن بما اضطرينا إلى الإعلان الإضراب العام الذي سيكون في 30 من نوفمبر في 30 في هذا الشهر الجاري لإغلاق كل التمويل للمحافظات حتى نوصل إلى معالجة حقيقية للوضع القائم. نحن ليس بالمجلس من النقابات أن هواية إضرابات أو ما أدراك، ولكن نحن هواية حماية القانون الذي يعطي للدولة الحق أو للمؤسسات الدولة. طيب سيد عبد الله حتى تكون الصورة واضحة أكثر، سيد عبد الله حتى تكون الصورة واضحة أكثر، أنتم اعتراضكم على القرار أو الهدف كمبدأ أم على الجهة التي أوكلت إليها المهمة؟ بمعنى أنه كما فهمنا منك أو كما فهمناه من البيان الصادر عنكم بأنه يفترض أن تتولى هذه المهمة هي شركة النفط وليست شركة مصافي عدن، يعني أنتم اعتراضكم على الآلية أم على القرار بشكل عام؟
نحن وشركة النفط كما قلت لك عملنا تكاملين، ولكن شركة النفط بعد الحوامير النفط وصلت إلى إفلاس لا تقدر حتى توفير مستحقات الموظفين، كيف بتستورد هي شركة مصافي عدن هذا الشغل أو هذه القرارات التي تجحف الشركة الباقية ليردون أن يوصلوا شركة النفط إلى الخصخصة وتسليم مفاضل للدولة لتاجر أو لشخصية معينة لكسب المال؟ نعم، إذا ابقى معي سأعود إليك ونناقش بقية النقاط، وسأرحب بضيفنا سينضم إلينا من الهند الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الزوبة. دكتور محمد مساء الخير. مساء النور والعافية. أهلا بك دكتور، يعني لعلك تابعت ما يدور هناك، يعني تبني قرار للحكومة نشير في وكالة سباء في مسألة احتكار استيراد النفط على الدولة، وبالتالي هناك بيان مقابل للجان النقابية بشركة النفط، يعني أبرز ما فيه بأنهم يعترضون على أن تكون يعني شركة مصافي عدن هي صاحب الحق الحصري، بينما هو تفترض أن تكون هذه المهمة بيد شركة النفط، يعني كيف تنظرون لما يدور؟ شوف يا عزيزي، شكرا جزيلا أول على الاستضافة. ما حصل اعتقد هو في القرار بحد ذاته تحت سيطره الدوله على استيراد مستجدات النفطيه هو قرار رائع، وانا عبر قناتكم يعني منذ سنتين وانا اطالب بانه يتم استيراد المستجدات النفطيه عن طريق الدوله، ولكن هناك يعني مشكله او هناك يعني سوء تفاهم. مصافي عدن هي ممكن تقوم بهذا الكلام لأنه زمان يعني قبل الحرب وهذا كانت تقوم مصافي عدن أيضا بالاستيراد، ولكن كقانونا من حق شركة النفط اليمنية أنها تطالب بأنها تستورد، وبالتالي الآن تضارب في الصلاحية لأنه شركة النفط اليمنية هي أسست أساسا بقانون على أساس أنه تتم عملية استيراد المشتقات النفطية. الآن أنا بالنسبة لي الموضوع ليس شركة النفط أو المصاري، أنا الآن سأتساءل طالما نحن أول من نادينا بهذا الموضوع، هل بإمكان الدولة أن تنفذ هذا القرار؟ لأنه على فكرة الحوثي لن يستسلم، الحوثي مداخله من تهريب النفط عن طريق إيران ببلاش هذا شيء أعتقد أنهم بيقاتلوا عليه قتال. ثانيا اللوبي الفساد الذي موجود في عدن ايضا ايضا سوف يقاتل على عدم يعني وضع النقاط على الحروف فيما يخص استيراد عن طريق الدوله. فانا اتساءل هل حتى بعد القرار هذا هل بامكان الدوله ان تنفذه؟ لانه حتى المواني كلها بايدي التحالف، والتحالف قد ربما يعني يعجز او يتفاعل بطريقه يعني عكسيه في الموضوع ويعمل على تهريب الكميات النفطية وخصوصا للحوثي، لأن الحوثي كل مشروعه الآن شغال على نفط الذي بيتهرب له من إيران وعن طريق عمان والإمارات. يعني أعتقد دكتور بعد هذا الإجراء إذا طبق ونفذ بشكل جيد، هل يعني سيزال النفط يصل إلى الحوثي عبر الحديدة وعبر منافذ أخرى يعني بطريقة ميسرة كما هو الوضع حاليا؟ هو شوف اعتقد اذا الحكومه اليمنيه اشتغلت، لانه الحين الدولار بيجي من البنك المركزي وبالتالي بامكان البنك المركزي هو الذي يفتح العيش الاعتماد، فاذا كان البنك المركزي هو مختص في اعتماد الدولار بامكان سواء شركه النفط اليمنيه او مصافي عدن انها تقوم بالواجب. واعتقد انه في هذا الحاله هناك حل رئيسي لهذا الموضوع. اولا يجب وانا الح على هذا الموضوع ان الامم المتحده لا تكون خارج اللعبه هذا، لأن الأمم المتحدة هي التي الآن مسيطرة على ميناء الحديدة أو هي والحوثي، فإذا كانت الأمم المتحدة ما يشوف الموضوع هذا أو خارج هذا الإطار ولم تستجيب لهذا الموضوع أعتقد أن الموضوع محل سر وما فيش فائدة. نعم، لكن يا دكتور هنا يعني برغم صوابية هذا القرار يعني أنه سيحد من عمليات السوق السوداء وسيضيق الأمر على الحوثي إذا ما نجح فعليا، لكن تظل هناك بعض الشبهات على هذا القرار بمسألة أن تعطي أو توكل المهمة لشخص ليس المعني أو لجهة
ليست المعني بدرجة أساسية، بمعنى أن تذهب المهمة لشركة مصافي عدن وهناك شركة النفط هي المعني الرئيس بالأمر. هنا أيضا كما يتحدث الكثير وكما يعني يشار إلى أن يعني ما كل ما في القرار هو خدمة لبعض المتنفذين والناس الذين لهم يعني صلة في مسألة استيراد النفط وهيمنة في هذا الجانب. أنا معك الكلام صحيح، بس هو في النهاية المهيمنين هو إذا حديت منهم مثلا على سبيل المثال بالمفتوح، يعني لو حديت مثلا من أحمد العيسي مثلا في عدن وخرجت عن الموضوع هذا، شفت كيف؟ في هذا الحالة هو يا أما مصافي عدن هي حكومية أو شركة النفط اليمنية. أنا في الأساس قلت لك أنه أنا مع أنه شركة النفط اليمنية هي التي تقوم بواجبها حسب القانون، ولكن إذا في هناك توجه عن طريق السيطرة للمشتقات النفطية عن طريق مصافي عدن فما فيش معنى، طالما أنه في النهاية أنا أهم شيء عندي أنه أولا يوصل للمستهلك بسعر رخيص، شوف كيف، ما فيش عليه فوائد كثيرة. ثانيا أنه يحد من استيراد اللوبيا الفساد في الجنوب، مش ما المصافي تستوردها عن طريق أحمد العيسي، تمام؟ لا بد ما تستورد هي بنفسها، بمعنى أن هي تروح للسوق وتعمل بارجنينج وتعمل اتفاقيات لونج تيرم وجهز امورها، مش انه تقول خلاص يا فلان تعال خذ المناقصه مننا، هذا خطا، هذا خطا كبير، وهذا اللي كنت انادي فيه من زمان. فاذا عملوا على هذا الاساس وحدوا من ايضا من الحوثي في 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 في, في الحديده، وخصوصا انه تقريبا الامم المتحده متعاونه معهم، فانا اعتقد انه هذا خطر ممتاز جدا. ولكن انا معك في موضوع انه شركه النفط اليمنيه مضروبه في هذا الموضوع، وكان يفترض انه يوكل الموضوع حسب القانون الى شركه النفط اليمنيه. انا ما انش عارف كيف يعني سطر القرار بانه يحولوا للمصافي، بالرغم انه انا اعتقد انه شركه النفط اليمنيه ايضا هي عباره عن ايش؟ عباره عن فتره اعتمادات في السوق العالميه باسعار ممتازه تناسب السعر، بمعنى انه ما توصلوا الى صنعاء يعني بسعر ممتاز، ما توصلوا الى عدن بسعر ممتاز، احسن من ما تجيب تجار يعني يرفعوا لك السعر دبل. ومشكلتنا في المشتقات النفطيه يعني كارثه، والان الحوثي حارب 5 سنين من هذا الموضوع. نعم، إذن سأعود إليك دكتور، تكرم بالبقاء معنا، وأعود للسيد عبد الله الهويدي رئيس مجلس التنسيق العام للجنة النقابية بشركة النفط. سيد عبد الله، يعني أنتم لماذا يعني تم اختيار شركة مصافي عدن لهذه المهمة تحديدا؟ يعني ما هي وجهة نظركم أنتم كنقابة؟ أولا أنا أشكر ضيفك العزيز من الهند على روحته الجيدة، وذلك حول الاستيراد المنشآت النفطية. وأحب أن أوضح لك كمان بأن شركة مصافي عدن هي شركة وطنية، وشركة النفط هي شركة وطنية، ووفقا للقرار إنشاء هذه الشركتين، هذه الشركة تفريغ وهذه الشركة توزيع بإنحاء الجمهورية، فتتوزع شركة النفط بحكم سيطرتها على السوق بأسعار موحدة وضع ومعايير على كل المشتقات النفطية. والذي يحدث الآن اللي حدث والذي زعزع العلاقة الموجودة ما بين الشركتين، شركة مصافي عدن وشركة النفط، لأن الأوامر النفط لعبوا على أوتار ضعيفة والأوضاع الموجودة في البلد، وقاموا بإنشاء مساكب يعني للتعبية أو للتعبية خارج سوق شركة النفط ومن المصافي مباشرة دون العودة لشركة النفط، وهذا مخالف للقانون. احنا خرجنا إلى تنفيذ القوانين واللوائح أن تعمل إذا كان في لك معالجة صحيحة وحقيقية تشو تعالجون هذه الأزمة بالبلد، فيجب أن تعود الأمور إلى طبيعتها إلى 2015. كيف كان يتم توزيع المشتقات النفطية وبأسعار موحدة في الجمهورية اليمنية بشكل عام، سواء كانت تحت سيطرة الشركة، بمعنى أفهم منك أن هذا القرار بالظاهر إيجابي وبالأساسات وبما هو في الخلف، يعني هناك أمور سلبية كثيرة. نعم، يعني ما فهمناه منك بأن القرار بظاهره يعني هو جيد وقرار يعني قد يكون له حل
في الأيام القادمة أو سيترك أثر كبير، ولكن أنتم نظرتم بالأساس بأن يعني ما خلف هذا القرار هو يعني جوانب سلبية كثيرة أو أساسات يعني خاطئة، وبالتالي كان هذا اعتراض يعني نقابة التنسيق. نحن طبعا معترضين، احنا ممكن نشمل القرار الجانب الايجابي الذي بيحل لنا الاوضاع بحل لنا، لكن الجانب الغير ايجابي بنرفضه. نعم. ما بنوقف ضده. نحن وضحت فكرتكم فقط لضيق الوقت. اشكرك. لن نبقى نطرح ضحيه المسالك. وضحت الفكره، اشكرك جزيلا السيد عبد الله الهويدي رئيس مجلس التنسيق العام للجان النقابيه بشركه النفط. مشاهدينا أرحب الآن بضيفي من عدن الصحفي فتحي بن الأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد. سيد فتحي مساء الخير. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناتك الكريمة. أهلا بك سيد فتحي، يعني كيف تنظر لقرار الحكومة حصر استيراد النفط على مصافي عدن؟ يا سيدي العزيز، الصراع بين شركة النفط اليمنية وشركة مصافي عدن صراع عمره ربما 4 سنوات أو ربما 5 سنوات حتى اليوم. فيما مضى خلال السنوات الماضية كان الاستيراد يتم حصريا عبر شركة النفط اليمنية، لكن خلال السنوات الأخيرة بدأت المصافي بعملية استيراد للمشتقات النفطية. ورغم انه اساسا كان يعني وفق النظريه العامه او وفق الافتراض العام انه صار لدينا بدل المستورد مستوردين او مستوردان، لكن للاسف الشديد ازمه المشتقات النفطيه تواصلت وواصل السوق في توفير المشتقات النفطيه سواء للمؤسسات الحكوميه او المؤسسات الخاصه او الشركات او حتى الافراد. السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، هل 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 حصر استيراد عبر شركة المصافي سيحل المشكلة؟ هل توريد المشتقات النفطية هو من اختصاص مصافي عدن؟ والسؤال الأكثر أهمية، هل شركة النفط الوطنية أو شركة النفط اليمنية هل تستطيع البقاء بعد هذه الإجراءات؟ الشركة لديها تقريبا أكثر من 5000 عامل أو ربما 10000 عامل وموظف في عموم محافظات الجمهورية، أين سيذهب هؤلاء؟ كيف ستدير شركة النفط نشاطها التجاري خلال المرحلة المقبلة؟ هي ستقوم بالتأكيد أنها ستقوم بالشراء عبر شركة المصافي ثم ستبيع للسوق المحلية. إذا اشتكلت هذه العملية عبر شركة النفط اليمنية، أعتقد أن القرار ربما يكون سليم وربما يفيد شركة النفط اليمنية. لكن إذا يعني ربما الأمور واضحة باتت سيد فتحي. سيد فتحي، عندما ننظر إلى بيان النقابة، نقابة شركة النفط والعاملين في هذه النقابة، وعندما أيضا ننظر للفترة الماضية وما هو واضح للعيان بأن هناك يعني مهيمنين على جانب النفط وأيضا بغطاء من الدولة، اليوم يأتي هذا القرار بالفعل هو سيحد من مسألة السوق السوداء والنفط الواصل للميليشيا، ولكنه بالأساس أيضا يقدم خدمة كبيرة للمتنفذين بعيدا عن صالح الدولة وصالح العام. بالضبط، أنا قلت لك قبل شوية، قلت لك إذا تمت عملية الاستيراد عبر شركة المصافي ثم قامت شركة المصافي بالبيع لشركة النفط وتولت شركة النفط البيع للمؤسسات الحكومية والخاصة، أعتقد الأمر هنا ربما يكون إيجابي ومنظم. لكن إذا قامت المصافي بالاستيراد وقامت بالبيع فشركة النفط ستنهار تلقائيا، لأنه لا يعقل أنا مثلا أو أنت أو أي مؤسسة أن أذهب للشراء من شركة النفط وأنا أساسا أستطيع أن أشتري مباشرة من الشخص أو الجهة التي تقوم بالتوريد. نحن أمام معضلة ويجب أن يكون لها حل، وأمام إجراء يجب أن يكون منظم وليس عشوائي لكي لا نرى شركة النفط خلال شهر. طيب سيد فتحي، هنا نقطة أخيرة، هنا نقطة أخيرة، إذا نفذ هذا القرار بهذا الشكل وبهذه المعطيات التي يعني نتناقش بها منذ بداية الحلقة، يعني هل سينعكس فعلا على أحوال الناس وعلى يعني واقع البلد الاقتصادي؟
بالضبط. شوف لكل قرار آلية تنفيذية، نحن بحاجة أساسا أنا وأنت وغيري نحتاج أن نطلع على الآلية التنفيذية لهذا القرار. أنا لا أستطيع ولا أنت أن نحكم هل القرار إيجابي أم سلبي إلا حينما نطلع على الآلية التنفيذية لهذا القرار. إذا كانت الآلية مناسبة، إذا كانت الآلية ربما تحد من السوق السوداء، ربما تقوم بتوفير المحطات النفطية لكل الناس في المحطات وأن تساهم على بقاء شركة النفط دون إنهيارها، أستطيع نستطيع أن نقول أننا داعمون لهذا القرار. لكن للأسف الشديد الصورة غير واضحة حتى اللحظة، كيف يتم الإجراء، ما هو مصير شركة النفط، هذه الأشياء نحن بحاجة إلى أنه يقرب مسؤول حكومي في وزارة النفط يقول للناس هذه أن يجاب عن هذه الأسئلة، لأنه حتى اللحظة لا شيء يبدو واضح. نعم، إذا وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر الصحفي فتحي بن الأزرق، كنت معنا من عدن، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد. وأعود لضيفي من الهند الدكتور محمد الزوبة خبير اقتصادي. يعني دكتور، هنا تساؤل أخير، يعني هل تعتقد بأن هذا القرار يعني لديه آلية تنفيذية يعني مسبقة، يعني قد تم الترتيب لها وبالتالي سوف يكون له انعكاس على الوضع الاقتصادي وعلى الناس؟ مفروض، هذا مفروض، يعني كلامك الآن ومفروض نكون في آلية تنفيذية، وأنا يعني أؤيد كلام الأخ فتحي بن الأزرق في هذا الموضوع، لأنه إذا كان الآلية التنفيذية تنص على استيراد مباشر من السوق، أنا بتكلم على استيراد مباشر من السوق، نعم، من شركة المصافي وتسليم الكميات من مخازن المصافي لشركة النفط، نعم، أعتقد أنها آلية ممتازة وبتخدم الجميع. أما لو كان هناك وسطاء فهذه كارثة ثانية، يعني ما بنخرج منها، لأنه احنا احتجينا من قبل سنتين أو ثلاث سنوات على هذا الموضوع، لأنه تم تعويم النفط وتم تعويم يعني اشتراء النفط عن طريق التجار، والتجار طبعا هم مرتبطين لهم بزنس، ومعروفين التجار اللي في عدن وأيضا عند الحوثي. ولكن أنا ألح على هذا الموضوع، أنه كيفية آلية التنفيذ، أنه أنا أعتقد إذا لم تتدخل الأمم المتحدة في ضبط المواني التي لا زال الحوثي يسيطر عليها، فكأنك يا أبو زيد ما غزيت، لأنه كميات كبيرة بتدخل لهم ببلاش، يعني ببلاش، وأنا سبق أشرت إلى هذا الموضوع، وأعتقد تقارير الأمم المتحدة بتقول هذا الكلام. الآن بإمكان الدولة تعمل على توضيح الأمم المتحدة بأنه إحنا بدل ما الحوثي بيبيع ب7,000 و6,000، إحنا ممكن نوصل إلى 3,500 إلى 4,000، وبالتالي تحرج الأمم المتحدة يعني في 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 مساعدة الوضع الاقتصادي وايضا في توفير السلعه. اما اذا استمر الحركه ما هو والامم المتحده يعني متساهله مع الحوثي، فاعتقد ان الموضوع لم يكن، بالاضافه الى انه اعتقد انه الاليه يجب ان تحتوي زي ما قلت لك يعني مسبقا على ارتباط بين المستورد الذي هو مباشر، يعني يتوقع الاتفاقيات مع الناس شركه مصافي عدن، ومن ثم تستلمها في مخازنها وتعطيها لشركة النفط اليمنية تقوم، لأنه الآلية التنفيذية في التوزيع هي موجودة مع شركة النفط، الفروع حقها في كل محافظة وفي كل مكان، وبالتالي زي ما قال الأخ فتحي بن الأزرق معهم 5,000 موظف قاعد ينفذ الموضوع هذا بالزيادة، يعني شفت كيف. وبالتالي أعتقد أن القرار هو إيجابي من ناحية استراتيجية، ولكن تشوف بعض الأشياء فيما يخص طريقة التنفيذ، أولا من ناحية التنفيذ وإنفاذ، هو بالفعل يعني طريقة التنفيذ، وهذا أيضا دكتور ما ستوضحه الأيام القادمة. إذا وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الزوبة، كنت معنا من الهند. وبهذا نكتفي مشاهدينا، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل أسامة عادل، وفي الختام تقبلوا تحياتنا جميعا حتى الملتقى في أمان الله.